إن الشعب اليمني القوي لن يمكن لبريطانيا التي يقولون عليها العظمى بأن تبقى في عدن أو أن تبقى في الأجزاء المغتصبة من الجنوب. إن الشعب اليمني الذي صار في 26 سبتمبر يعلم علم اليقين أن هذا النصر معناه دين عليه لإخوة الله وقعوا تحت رفقة الاستعمار ووقعوا تحت ظل الاستعمار في عدن وفي الجنوب المحتل. فعلى بريطانيا أن تخرج من أرض العرب لأن أرض العرب للعرب. هذه الكلمات الخالدة التي أصبحت عنوانا للمرحلة ونشيدا للثوار في طول وعرض الوطن العربي الكبير أججت نيران العمق في أعقاب تراجع خطاب النضال السلمي. وفي المقابل فإن النجاحات العسكرية على الأرض وما رافقها من نجاحات في الميدان السياسي فرضت النظام الجمهوري كأمر واقع ورقم صعب في المعادلات الجديدة يصعب تجاوزه أو إغفاله. وهنا دخلت مسيرة الثورة والجمهورية منعطفا جديدا تمثل في خوض معركة سياسية إلى جانب المعارك العسكرية التي كانت على أشدها. فالعمل السياسي في هذه المرحلة كان أمرا ضروريا اقتضته الظروف الموضوعية التي كانت تحتم استثمار الانتصارات العسكرية على الأرض بنجاحات سياسية إضافة إلى إيقاف نزيف الدم اليمني، خاصة وأن معظم من يحملون السلاح في وجه الثورة والجمهورية هم ممن استغلت فقرهم وجهلهم أبواق الدعاية الملكية ودفعتهم إلى أتون حرب ظالمة لتحقيق أهدافها النفعية المجردة. إلا أن قوى الثورة والجمهورية وخلال المعترك السياسي الذي خاضته ظلت متمسكة بخيار الشعب المتمثل بالنظام الجمهوري، مدركة تمام الإدراك لأبعاد المؤامرة وخيوطها المتشابكة، ورفضت التنازل أو المساومة رغم الظروف الصعبة والقاسية، وهو ما دفع بالقوات الملكية التي كانت ترى أن الوقت يسير في غير صالحها إلى تغيير تكتيكاتها السياسية والعسكرية. في الوقت الذي كانت تجلس فيه على طاولة المفاوضات مع الجانب الجمهوري كانت تعد العدة للقيام بعملية عسكرية خيل إليها تقديرها القاصر لحقيقة التغيير الذي أحدثته الثورة والجمهورية على الأرض وفي روح ومعنويات الشعب اليمني أنها ستكون عملية خاطفة تحسم الصراع لصالحها، مستغلة انسحاب الجيش المصري عقب نكسة 67 إضافة إلى حدوث تباين في وجهات النظر والاجتهادات في المعسكر الجمهوري. فرأت أن الظروف مواتية للانقضاض على النظام الجمهوري فوجهت سهام الغدر صوب صنعاء قلب الثورة النابض وروح الجمهورية النقية، جمعت ما استطاعت ممن أوقعتهم ظروفهم القاسية التي صنعتها إبان حكمها البائد في حبالها، ووجهتهم إلى إطفاء نورهم وحاضر ومستقبل أطفالهم. وتحت بريق الذهب وإرشادات المرتزقة وغبار الدعايات المضللة اندفع الآلاف لمحاصرة العاصمة صنعاء عام 67 حاملين في أذهانهم المحاصرة صورة صنعاء 48 وفي أيديهم أسلحة ربما صوبت في فترات سابقة إلى صدورهم. إلا أن صنعاء الثورة والجمهورية استجمعت في هذه الفترة الحاسمة والفاصلة بين حقبتين من تاريخ اليمن استجمعت كل طاقاتها الروحية
ومخزونها النضالي وتأريخها الوطني الحضاري الحافل بالمآثر الخالدة، فحاصرت بيقينها المحاصرين بأباطيلهم، معلنة أن عقارب الزمان لا تعود إلى الوراء، وأن ما زرعته يد الله لا يمكن أن تحصده يد الشيطان. فكان الصمود الأسطوري، وكان الالتفاف الشعبي الرائع الذي جسد الوحدة الوطنية في أروع صورها، والذي كان بمثابة استفتاء عام صوت فيه الشعب اليمني بكل تكويناته وشرائحه لصالح النظام الجمهوري، فكان النصر المبين. الجانب الآخر من الثورة اليمنية، وقبل مرحلة الحسم النهائي بدأت تظهر على السطح خلافات أفرزتها عملية الترتيبات لما بعد الاستقلال. فالإنجليز كانت لهم حساباتهم الخاصة، فعملوا بكل الوسائل والمناورات العسكرية والاستخباراتية على إيجاد اجتماعية التي أفرزتها ظروف متشابهة. هذا الوضع المتحرك والدائم الاضطراب أخرج أجهزة ومؤسسات الدولة وقياداتها عن المهام الأساسية لها في بناء قواعد الدولة على أسس ثابتة ومتطورة تشعر عامة الشعب بحجم التطور الذي أحدثته الثورة والجمهورية في حياتهم، ويقطع الطريق أمام المتربصين.